احنا سلال ويحيى وهذوك الجماعة كيفاش حتى كرهناهم ورانا حاقدين عليهم على جال الكلام تاعهم على جال الهضرة تاعهم. يخرج لك ويحيى يقول لك مش لازم الشعب كامل ياكل لايورت. اي كيما هكذا الحكاية راك تقول مش لازم الشعب كامل يشعل الكليماتيزار. راكم شفتوا يا الجزائريين باللي السخانة في هذه الايامات مديرة حالة السخانة قلبت الدنيا، وبالتالي الجزائريين وش راح يديروا؟ راح يلجؤوا للفونتيلاتور لكليماتيزر وغيرها من المبردات. ما عليناش، بعد استخدام الجزائريين لهذا الصوالح وش صرى؟ انقطاع التيار الكهربائي بالخصوص في العاصمة. انقطاع التيار الكهربائي في 2023 في واحد الوقت وين الجزائريين يحتاجوا التبريد فيه. هذه فضيحة، هذه وحدها فضيحة. لكن الفضيحة اللي فوق هذا الشيء انه يخرج لك المدير العام للطاقة والكهرباء ويكذب الشعب الجزائري بشكل عادي، يكذب الشعب كامل. يا الجزائريين جاوبوني في التعليقات، راحت عندكم الكهرباء في هذه الايامات ولا لا؟ وراح نشوفه في التعليقات. ومن هذا المنبر يلزم علينا نوصلوا رسالتنا لعمي تبون، هذا السيد ما نحتاجوهش، وذوك تفهموا علاش ما نحتاجوهش. يلزم يا عمي تبون تمنجلو، تطيروا من المنصب تاعو، كرهنا من المسؤولين اللي كذبوا الشعب الجزائري. فكامل اهبطوا لتحت وخليوا اللايك تاعكم، خلي اللايك تاعك خويا الجزائري، وما تنساوش حاجة، افتخروا دائما بالجزائرية تاعكم. الجزائر راهي مليحة لكن اذا خطاونا هذو الناس. فيا عمي تبون بزاف مسؤولين راهم في الوقت هذا راهم يخرجوا بتصريحات، هذه التصريحات دائما تتناقض مع وش راهو يقولوا الشعب الجزائري. مثلا قضية لانستيزي ما كانش، والشعب كامل جزائري على باله بلي لانستيزي عند العيادات تاع طب الاسنان ما كانش. اما لا خرج الوزير قالهم لا كاينه لانستيزي. كيفاش كاينه سبحان الله والشعب ما لقاش لانستيزي؟ فهمنا، وين راك عايش وحدك الان؟ ما عليناش. زاد خرج لنا اخونا هذا المدير العام للطاقه والكهرباء، قلنا له باللي السخانة الجزائريين استخدموا المكيفات واستخدموا الفونتيلاتور، فالتريسيتي تاعك راهي تقطعت. ما خرجش وقال باللي انعم التريسيتي تقطعت وراح نسيو كيفاش نحلوا المشكل، لا خرج قال لك كلش راهو نورمال، والجزائريين برك هما اللي خدموا بالمكيفات واللي لازم يستخدموهم غير في وقت الضرورة. تسمى كيما هكذا، تسمى نخدموا بالمكيفات غير وقت ما نحتاجوهم. لكن اي سخانة سبحان الله، رانا في 2023. شوفوا الفيديو هذا درك تفهموا. لا كانيكول دونك ا انوي اون دوموند تري امبورطونت سور سور ليكتريسيتي. اذا سمعتوا كلمه بالعربيه جاوبوني. ديجا هذا الشيء برك يخلي عمي تبون يطير نورمالمون يطير. لو سيستيم الكتريك ان جينيرال ا ريبوندو ا سيت سيتوياسيون. Au niveau de la production, nous n'avons pas eu de contraintes. هنا وش قال؟ قال بكل بساطة باللي الوضع الحالي يطلب طاقة كبيرة، وقال لك في مكان وين البرودكسيون وين نخرجوا الطاقة ما كاين حتى مشكل. Les températures qui ont perduré dans le temps par rapport aux équipements, parce que c'est des équipements qui sont calibrés pour une température mais une température limitée. Aujourd'hui, nous sommes devant des températures qui ont duré 3-4-5 jours. تسمى يا خويا على حساب الهضرة تاعك والكلام تاعك، الجزائريين لازم يحترموا لك لي زيكيبمون اللي درتهم نتايا. يعني درت انت اجهزة عيانة اللي تتحمل مثلا تتحمل ماكسيموم 30 درجة، فات 30 درجة هذيك لي زيكيبمون تاعك ارميهم في الزبالة. بدل لي زيكيبمون، بدل اللي خدراه من الدولة. اي لا لي زيكيبمون سيل تيان لو بروميي جور لو دوزيام اي لور اريف سيلز اون دي بوين فابل de la Chine. Malheureusement, plutôt tant mieux pour la production. Au niveau de la production, nous n'avons pas eu de problème, malgré l'effet de rendement des machines. C'est-à-dire la température, elle agit sur le rendement de la machine, mais on a pu répondre à ce déficit en rendement qui est tout à fait, je dirais, naturel du côté de la chaleur et technologique du côté de la machine. Et on a mis en place d'autres moyens de production qui étaient là en attente pour répondre à l'évolution. Donc côté production, on n'avait aucune difficulté, aucune contrainte. La contrainte était constatée, certaines contraintes ont été constatées au niveau du réseau de transport. Et là, le réseau de transport, il est exposé à son environnement, aux contraintes de son environnement. Et par endroit, on a eu à enregistrer quelques contraintes.
اولا يا سي طاهر جوانبي، اولا استخدمت لغه المستعمر، رغم انه رئيس الجمهوريه قال ما كانش لي يتكلم بلغه المستعمر، بالخصوص انك مسؤول عن الطاقه والكهرباء الجزائريتين، يعني تاع الجزائر ماشي تاع فرنسا. ثاني حاجه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت هنا راك تقول باللي كلش راهم ريقل، والمشكل في انه الجزائريين يستخدموا الطاقه بشكل كبير، يعني غير في الجزائر اللي تصرى هذه، في العالم كامل ما تصراش، يعني الشعب تاع العالم ما يستخدمش كيما واش راهو يستخدم الجزائريين في المكيفات والحكايات هذوك. هذه ما عليناش. ثالث حاجه، يزيد يكذب في الجزائريين، ويزيد يكذب من فوق هذا ويقول باللي عندنا لي زيكيبمون ملاح. سبحان الله، شفنا عديد موزعات الكهرباء في عديد الاماكن تحرقوا هذاك الموزعات، او كاين بزاف ناس صارت لهم هذا الشيء في الولايه تاعهم ولا في الدائره تاعهم ولا حتى في البلديه تاعهم. خليه في التعليقات يا رسالة، هذه نسحقوها توصل عمي تبون. يا عمي تبون، كرهنا من هذو المسؤولين اللي دائما يحصلوها في الشعب، واللي دائما يهربوا من المسؤوليه عن طريق انهم يحصلوها في الشعب ويكذبوا الشعب. يعني الشعب اللي راهو عايش في الواقع، يجي واحد يكذبه لما بالك ما قاساتوش خلاص الازمه تاع التريسيتي. بالك كان في داره كليماتيزار شاعل مشعله، هو مش ديسات، مشعله هو موان ديسات، وقاعد آلاز مستراح ويتفرج في التلفزيون والسلام عليكم. بعدك يخلي الشعب الجزائري يقول لكم باللي وش صراها، يخرج حبيبنا هذا يقول لهم لا كلش راهو نورمال وكلش مريقل، وكاين برك واحد المشاكل كذا صغيره، ويزيد يصغروا في المشاكل. يو ماهوش مشكل صغير هذا، يو هذه فضيحه ويلزم تتريقل. يو كان عليكم ديروا حسابكم، ما كانش كيفاش، دير حسابك قبل ما تخدم، قبل ما يجي الصيف، وقبل ما تطلع السخانه، وقبل يا اخي حاله بعد. اقسم بالله، هذو هما الناس اللي حابين يكرهوكم في بلادكم يا الجزائريين، راكم تشوفوا فيهم، ورانا نفضحوا بالواحد فيهم اللي يخرج يغلط مع الجزائريين. رانا هنا ونوجه رساله لعمي تبون. يا عمي تبون، هذا السيد ما نسحقوش في المنصب تاعه، السيد ديجا راهو كبير، راك كبير خويا، روح ارتاح، روح اقعد، والله ماهيش بلاصتك. جيب كشاب جزائري عمره 30 سنه 25 سنه، والله راح يسيرها تريبيا ويعاود كامل الهيكله تاع التريسيتي في الجزائر، لانه كاين ناس قالت باللي مشروع اعاده الكهرباء في الجزائر من ال زاد، يعني اعاده كل شيء في الجزائر، وين تولي التريسيتي ما تقطعش خلاص، قدرت بربع ملاير دولار. هذه هي، هذا ما كان، 4 ملاير دولار ما دات ما جابت، وتتهناو من كامل المشاكل تاع التريسيتي. وش هذا التمسخير؟ والله يتكلموا بواحد ثقة نفس تحير، سبحان الله، تحير. يكذب 40 مليون بنادم ويزيد يتكلم بثقة نفس عادية جدا، كشغل ما صرا والو، كشغل هو اللي عنده الحق، وغير كلمته اللي تمشي، كشغل هو اللي حاكم الجزائر، والكهرباء والطاقة راهم داير فينا مزية كشغل. رانا نخلصوا فيها، من حقي نشكي ومن حقي نقول كيفاش التريسيتي تروح. ما تروحش تريسيتي خويا، ما تروحش تريسيتي. وديجا علاش راك تخاطبني باللغة الفرنسية؟ علاش راك تخاطبني؟ ديجا هذا سبب برك يا عمي تبون يخليك تنحيه من المنصب تاعو، راهو يخاطب في الجزائريين باللغة الفرنسية. انا جامي شفت مسؤول في فرنسا يخاطب الشعب الفرنسي باللغة العربية، ما شفتهاش. لكن انتك تخاطب فينا باللغة الفرنسية، نورمالمون ما نسمعوكش، نقفلوا وذنينا خلاص وما نسمعوكش. على بالكم يا الجزائريين، لو كان ما جاش الكادر تاع عمي تبون وراه، ولو كان ما جاتش هذو النهار والبلاد وغيرها من القنوات، والله تقول مسؤول فرنسي وليس جزائري، والله ما تديها فيه باللي مسؤول جزائري، مستحيل. لانه في الوقت هذا الحالي، هذه حاجة نستعرفوا بها، انه المسؤولين الجزائريين ما ولاوش يتكلموا باللغة الفرنسية، قليل وين تلقاهم الا البعض الكلمات يستخدموها، لان اللغه تاعنا شويه جايه هاجينا مع الفرنسيه. لكن حبيبنا هذا تكلم باللغه الفرنسيه بشكل عادي جدا، نورمال، ملي بدا الحوار حتى وين خلص الحوار هو يتكلم باللغه الفرنسيه. واللي ما يفهمكش كيفاش، واللي ما يفهمكش كيفاش، تما ما يفهمش، يخبط راسه على الحيط هكذا،
من فوق هذا تزيد تتجاهل الجزائريين. نسحقوا اعتذار منك ونسحقوك تتكلم باللغة العربية. ونزيدك حاجة وش نديرو بيك ديجا؟ فهمني وش نديرو بيك. وش نديرو بيك؟ ما فهمتنا المشكل باللغة العربية اللي نفهموها كامل. ما حليت المشكل ما فهمتنا وش هو المشكل. تسمى وش نديرو بيك؟ تسمى المنصب تاعك هذا ما يستهلكش. ولا انت اللي ما تستهلوش؟ انت ما تستهلوش المنصب تاعك ما يستهلكش. يا اخي حالة بعد والله غير كارثة. حابين بالسيف يكرهونا في بلادنا، لكن نبقاو دايما نقولوا بلي تحيا بلادنا وتحيا الجزائر. وهذا المسؤولين راح يطيروا بالواحد. تسمى احنا يا كجزائريين ما نكرهوش بلادنا، جامي نكرهو بلادنا وعدنا امل في بلادنا. لكن هذو الناس يلزم يتحاسبوا بالواحد على كل هدرة قالوها. الهدرة تقيس كثر من الفعل. الفعل ما شفناهش لانه الفعل ما يبانش، لكن الهدرة هي اللي تقيسنا. احنا سلال ويحيى وهذوك الجماعة كيفاش حتى كرهناهم ورانا حاقدين عليهم على جال الكلام تاعهم، على جال الهدرة تاعهم. يخرج لك ويحيى يقول لك مش لازم الشعب كامل ياكل لايورت. اي كيما هكذا الحكاية، راك تقول مش لازم الشعب كامل يشعل الكليماتيزار. اي كيف كيما مش الشعب كامل لازم ياكل لايورت، مش الشعب كامل يلزم. راحت لي حتى الهدرة اكتشو. كيف الحكاية والله خي حالة. المهم يا الجزائريين، نسحق اللايكات للفيديو هذا، نسحق رسالة هذه توصل لعمي تبون، نسحق تعليقاتكم كامل تطالب بإقالة هذا السيد، لأنه رسالة الجزائريين مهمة ومهمة بزاف. والحمد لله راكم شفتوا رسالتنا دايما توصل ودايما نلقاو استجابة، وإن شاء الله نلقاو استجابة ويطيروا علينا البنادم هذا. آية في الأمان. تحيا بلادي وما زال أمل في الجزائر. حبيتوا تكرهونا في بلادنا؟ والله ما نكرهين ورانا عايشين هنا يا. وتحيا بلادي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.